السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام. النهاردة إن شاء الله معانا كبة بتاعت بصل ولحمة صيني، هنبتدي نصلحها مع بعضنا. بنيجي الكبة بنحطها كده وبنيجي نشغل ما بتشتغلش. المشكلة بتاعتها إن هي ما بتشتغلش، يعني بنحط مثلا الفيشة هي في الكهرباء، نيجي نشغل ما بتشتغلش فهي قطعة باور. فدي مشكلة الكبة يا جماعة، ان هي قطعة باور ما بتشتغلش باور. فهنبتدي نفكها مع بعضنا وهنشوف المشكلة بتاعتها ايه. هنشيل طبعا الكهرباء وهنبتدي نفك الكبة بتاعتنا. طبعا الكبة بتاعتنا يا جماعة اللي موجودة مربوطة بمسمار واحد من هنا ومن الناحية التانية كليبسات. هنبتدي نفك المسمار. وبعد كده هنبتدي بأي مفك عادة معانا، هنجيب من الجنب كده ونطلع الكبة بتاعتنا من الكليبسات. طبعا احنا معانا كبتين، الكبة دي هنعمل عليها فيديو والكبة التانية هنعمل عليها فيديو برضك، لان المشكلتين مختلفين. المشكلتين مختلفين كده. الكبة اتفكت معانا اهي، طبعا يا جماعة هنا عندنا دي السقاطة. السقاطة واقعة، دي حاجة. تاني حاجة عندنا ان في سلكة من الاسلاك بتاعة الموتور مقطوعة زي ما انتوا شايفين، دي سلكة مخلوعة من مكانها ومقطوعة او اللحام بتاعها فاكك. عشان نلحم اول حاجة طبعا هنعملها هنلحم الطرف ده في مكانه، وعشان نلحم الطرف ده في مكانه لازم نفك الغطا من هنا الاصفر دوت اللي فيه الزرار ده. بيتفك ازاي يا جماعة؟ عندنا هنا لو انتوا شايفين في كليبسات صفرة اهي، هنبتدي ننطرها من مكانها واحدة واحدة كده. كده معانا اتنطرت زي ما انتوا شايفين في سوستة اللي بتخلي طبعا الزرار ينزل ويطلع. وعندنا هنا مكان السلك اللي مقطوع اهو، هنجيب الكاوية بتاعتنا والأسدير ونلحمه في مكانه. هنبتدي نركب السلك مكانها يا جماعة زي ما انتوا شايفين هنا، وهنبتدي نلحمها كده. ركبت مكانها اهي، هنزنقها كده عشان ما تطلعش عشان نعرف نلحمها. وهنبتدي نجيب الأسدير بتاعنا والكاوية بتاعت اللحام. الكاوية كده سخنت معانا، هنبتدي نجيب الأسدير ونلحم اللحام بتاعنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كده احنا لحمنا يا جماعة الطرف، كده احنا لحمنا الطرف بتاعنا. كده احنا مش محتاجين الكاوية في حاجة، نفصلها. الطرف بتاعنا اهوت يا جماعة،
اتلحم. هنبتدي نقفل السوسته زي ما انتم شايفين كده، وهنبتدي نقفل الجزء ده كله كده، احنا مش محتاجينه. ايه نظام كليبسات اهي. وهنبتدي بقى نركب السقاطة بتاعتنا ونقفل الجهاز بتاعنا. هنبتدي نركب السقاطة بتاعتنا زي ما احنا قلنا في مكانها من الداخل. وطبعا اوريكم المكان بتاعها، لان في ناس كتيرة قوي بتركبها في مكان غلط. طبعا انا بتكلم على الناس اللي هي بتتعلم مش الصناعية. اهو يا جماعة حاول اقرب لكم مكان السقاطة اهو، شايفينه اهو، هركبها قدامكم. ده مكان السقاط، تركب كده بالمنظر ده، تركب بالمنظر ده ماشي. هنكتبها نركبها، هنقفل الموتور بتاعنا ونركبها في مكانها. نقفل الموتور بتاعنا ونركبها ايه في مكانها. هنقفل الموتور كده، طبعا السقاطة باينة معانا اهي، هنركبها في مكانها. ايوه كده السقاطة ركبت في مكانها يا جماعة. ونتأكد ان السقاطة مرفوعة. بصوا السقاطة يا جماعة فين، السقاطة اهي شايفينها اترفعت ازاي اهي. اول ما ظبطنا الزرار اترفعت وبتنزل وتطلع ايه، تمام زي الفل كده يشتغل معاك الموتور. هنبتدي نجيب المسمار، نقفل بقى المسمار بتاعنا. نقفل الاول الزرار بتاعنا، هنحط السوستة وهنبتدي نقفل الزرار بتاعنا الاخر. طبعا ده الزرار ده كبس وبيتربط من هنا مع الايه، بيتربط من هنا بالمسمار مع الموتور. هو المسمار ده ماسك الزرار وماسك الموتور نفسه. تمام يا جماعة. هنبتدي نشغل بقى ونشوف هنبتدي يا جماعة نشغل الموتور بتاعنا ونشوف شغال معانا ولا لأ. طبعا هنركب الكبة بتاعتنا على أي سكينة، وهنبتدي نحط الغطا، نحط الغطا كده، وهنركب الكبة بتاعتنا يا جماعة في مكانها كمان، وهنبتدي نجرب. الموتور اشتغل معانا، كان قاطع باور وشوفنا المشاكل بتاعته. هنبتدي بقى نجيب بصلاية ونفرمها، نتأكد برضك عمل عشان نطمن على التروس. طبعا احنا كمان يا جماعة ننفع طباخين برضه. هنبتدي نجيب البصلاية وهنقشرها زي ما انتم شايفين كده كده، وهنبتدي نشيل القشرة بتاعتها، وهنبتدي نقطع البصلاية 4 أرباع. زي ما انتم شايفين، وهنحطها في الكبة بتاعتنا. هنبتدي بقى نركب موتورنا ونفرم ايه
ونفرم. ما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله، الله أكبر. فرمت معانا واشتغلت، والله ينور عليكم. وبكده يا جماعة نكون احنا خلصنا الفيديو، صلحنا الكبة وفرمنا البصلة وخلصنا الفيديو بتاعنا. ولا تنسى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشير الفيديو ليستفيد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.